السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل الوحدة الأولى بتاعتنا الجغرافيا الطبيعية للعالم، الدرس الثالث المناخ والنبات الطبيعي في العالم. تعالى معايا كده سنة تالتة. قبل ما نبدأ كده في درسنا النهاردة إن شاء الله هناخد أول حاجة المراجعة الجزئية على الأجزاء اللي خدناها اللي فات. أول سؤال معايا كده يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على تعرج السواحل وكثرة الجزر في قارة أوروبا، تعرج السواحل وكثرة الجزر في قارة أوروبا. طبعا احنا كنا عارفين ان هنا قارة اوروبا احدى قارات العالم القديمة سنة تالتة، وكنا عارفين ان هنا قارة اوروبا بتتميز بتعرج السواحل وقصة الجزر بها في الموقع الفلكي والجغرافي، وعرفنا ان هنا النتائج التي ترتبط على تعرج السواحل وقصة الجزر هو ادى الى انشاء الموانئ الطبيعية. أين يصب كل نهر من الأنهار الآتية؟ وخلي بالك من السؤال ده كويس سنة تالتة عشان ده من الأسئلة الجديدة واللي بيلخبطنا في الامتحان. طبعا احنا اخدنا عدة انهار على مستوى قارات العالم كله الجديد والقديم، وطبعا عرفنا ايه كل نهر ليه مصدر. تعال بقى نتعرف على كل الانهار اللي موجودة معانا كده. اول نهر عندي نهر الفرات. طبعا احنا عرفنا ان نهر الفرات دوت هو دجلة والفرات اللي موجودين في العراق، ده احدى الانهار التي تجري في قارة اسيا من جهة الغرب. طب نهر الفرات ده بيصب فين؟ قال بيصب في الخليج العربي. طب معايا كده تاني نهر هو نهر النيل، وده طبعا احنا عارفين النهر الذي يمر فيه قارة أفريقيا من في مصر والسودان. طب مصبه كان فين؟ قال دوت بيصب في البحر المتوسط. تالت نهر معانا وهو نهر المسيسيبي، وهو إحدى الأنهار التي تجري في جنوب قارة أمريكا الشمالية، طبعا كان بيصب في خليج المكسيك. رابع نهر معانا هو نهر الفولجا، وهو إحدى أنهار قارة أوروبا، وقلنا ده أطول أنهار أوروبا، أطول أنهار أوروبا، كنا واخدين نهر الفولجا ده بيصب فيه. أي نهر الفولجا ده بيصب في بحر القزوين، يبقى احنا كده مع بعض عرفنا ان نهر الفرات بيصب في الخليج العام، نهر النيل بيصب في البحر المتوسط، نهر المسيسيبي بيصب في خليج المكسيك، ونهر الفولجا يصب في بحر قزوين. تعالى معانا بقى كده سنة تالتة نتعرف بقى على الأقاليم المناخية اللي موجودة عندي في العالم. طبعا هنتكلم على عدة أقاليم معانا هنا، هي عدة أقاليم طبعا هنتعرف عليها واحدة واحدة. طب قبل ما نتعرف على انواع الاقاليم اللي عندي، تعال نعرف الاول ايه المقصود بالاقليم، ايه المقصود بالاقليم المناخي. زي ما احنا كنا اخدين مستر في سنه اولى، احنا قلنا كلمه اقليم مناخي هو منطقه محدده على سطح الارض لها خصائص مناخيه معينه، وكنا بنديها تعريف تاني، هي مناطق متصله او منفصله من سطح الارض بتتشابه في الخصائص المناخيه، يعني ممكن تبقى جنب بعضها وممكن تبقى بعيده عن بعضها. طب ايه اهم الخصائص المناخيه اللي عشان اقول على المنطقه دي اقليم مناخي؟ قال لي من حيث الحراره والرياح والامطار، يبقى في المكان لو لقيت المكان ده متشابه مع بعض في درجه الحراره والرياح والامطار يبقى هقول على المكان دوت اقليم مناخي. يبقى احنا كده عرفنا الاقليم المناخي هو منطقه محدده على سطح الارض اما متصله او منفصله لها خصائص مناخيه معينه. طبعا بقدر احدد الخصائص دي من حيث ثلاث حاجات، الحراره والرياح والامطار وغيره. وممكن الاقي مستر كمان في كل قاره اكتر من اقليم مناخي. تعالى معايا بقى نعرف كده سنة تالتة ايه هنا الانواع او الاسباب اللي بتؤدي الى اختلاف المناخ داخل القارة الواحدة. يعني انا هنا انا قلت ممكن الاقي اكتر من اقليم مناخي داخل القارة الواحدة، قال لك بس هنا بيختلف من مكان الى مكان، يعني هنا الاقليم مش كله هو اقليم واحد، قال لك لا دي اقاليم مختلفة. طب هنا الاختلاف اللي في الاقاليم داخل القارة الواحدة ده بيرجع الى عدة عوامل، اول عامل منها هو كام؟ اول حاجة عندي هو الموقع الفلكي، ولو نفتكر كده مع بعض كلمة موقع فلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. انا هنا لو جيت اتكلمت على الاقاليم المناخية يبقى انا هنا اقصد القرب او البعد عن دوائر العرض، وبالذات عندي دائرة الاستواء. احنا قلنا كلما اقتربنا من دائرة الاستواء ايه اللي بيحصل لدرجة الحرارة مستر؟ بترتفع درجة الحرارة، ودوت بيكون سبب سقوط أشعة الشمس عمودية على على الخط خط الاستواء. الاستواء، وكلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء تقل درجة الحرارة سواء شمالا او جنوبا، لان أشعة الشمس قلنا ان هي بتكون أشعة مائلة. تاني عامل معانا هو الموقع الجغرافي، هو القرب او البعد عن المسطحات المائية، يعني لان احنا كنا عارفين ان هنا المسطحات المائية تلعب دور في تلطيف درجة حرارة الجو، فطبعا كلما اقتربنا من مسطح مائي سواء بحر او محيط فبنجد ان هنا ان المناخ رطب، وانما كلما ابتعدنا عن البحر او المحيط او عن المسطح المائي فبنجد ان هنا المناخ قاري جاف.
تالت عامل معانا هو التضاريس. التضاريس اللي هو الارتفاع، كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر تقل درجة الحرارة درجة واحدة مئوية، وده بيكون السبب في تركز او وجود الثلوج على قمم بعض الجبال. تعالى بقى معانا كده سنة تالتة نتعرف على انواع الاقاليم المناخية اللي عندنا السنة. طبعا عندنا عدة اقاليم مناخية، هي الاقاليم المناخية الحر. الاقاليم المناخية الحر ده اول نوع من انواع الاقاليم اللي عندنا، اقاليم مناخية حر. قال لك ان الاقاليم دي بتمتد بين دائرتي عرض 30 درجة شمالا و 30 درجة جنوبا. طبعا بينقسم الى عدة اقسام، منها الاستوائي وشبه الاستوائي، المداري الحار ممكن اقول عليه السوداني، الموسمي، الرابع الصحراوي الحار. يبقى خلي بالك، يبقى الاقاليم المناخيه الحاره ممكن يجي لك صوب او ممكن يجي لك اخطار من الاقاليم المناخيه الحاره. يبقى خلي بالك انا عندي اربع اقاليم اساسيه في الاقاليم المناخيه الحاره: الاستوائي وشبه الاستوائي، المداري الحار او السوداني، الموسمي او الصحراوي الحار. طبعا كل دي بتوجد تحت مفهوم الاقاليم المناخيه الحاره، يعني كلهم الامتداد من 30 درجه شمالا الى 30 درجه جنوبا. وطبعا شمالا وجنوبا هو الشمال وجنوب خط الاستواء. تعال بقى نتعرف على كل اقليم منه. طبعا بص سنه ثالثه كده اول ما نبدا اي حاجه كده هنثبت قاعده معانا كده في البدايه، كل اقليم هنتكلم عليه هناخد موقع، هناخد الاماكن اللي موجوده فيه، هناخد خصائصه المناخيه، خصائصه النباتيه. يبقى كده كل اقليم هناخد موقع، اماكن وجوده، هنا الخصائص المناخيه، الخصائص النباتيه. اول اقليم عندي هو الاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي، زي ما احنا من اسمه بيبقى بيقع بالقرب من دائره الاستواء من 0 ل 10 شمالا وجنوبا. يبقى الاقليم الاستوائي مكانه فين؟ بالقرب من دائره الاستواء من 10 من 0 ل 10 شمالا وجنوبا. اسمع على مسمى كده سنه تالته. طب تعالى بقى نجد او نشوف القارات اللي موجوده فيه. بص معايا كده سنه تالته على الخريطه، هنجد ان هو موجود في قاره اسيا في الاطراف الجنوبيه اللي هي بجزر اندونيسيا، هنجد ان هو موجود في قاره افريقيا اللي هو المنطقه المحيطه بخط الاستواء اللي هو حوض الكونغو، وعندنا موجود في قاره امريكا الجنوبيه اللي هو سهول حوض نهر الامازون. يبقى احنا هنا عرفنا الاماكن الموجوده فيه اللي هي موجوده في قاره اسيا وهي جزر اندونيسيا، وموجود في قاره افريقيا وهو حوض الكونغو، وموجود في قاره امريكا الجنوبيه اللي هو حوض نهر الامازون، وهي الاماكن الموجوده على خط الاستواء. يبقى احنا كده اتكلمنا في الاقليم الاستوائي على الموقع، واتكلمنا عن القارات اللي بيظهر فيها. دلوقتي هنتكلم عن الخصائص المناخيه. هو استوائي يبقى حرارته مرتفعه، وعرفنا ان سبب ارتفاع درجه الحراره ان اشعه الشمس بتكون عموديه على خط الاستواء، مش حراره مرتفعه بس. قال لي خلي بالك ده عنده سقوط امطار طوال العام. يبقى خصائص المناخيه للاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي: حراره مرتفعه وسقوط امطار طوال العام. وطبعا ده بسبب تعامد اشعه الشمس عليه طوال العام. طب تعالى بقى نتكلم على خصائصه النباتيه سنه ثالثه. بص يا سنه ثالثه، طالما اقليم استوائي غابات استوائيه، اقليم استوائي غابات استوائيه. طبعا قال لك ان الغابات الاستوائيه دي هي اشجار كثيفه متشابكه، اشجار كثيفه متشابكه. طب ايه هي بقى اهم اشجار الغابات الاستوائيه دي؟ عندنا اشجار الماهوجني والمطاط، الماهوجني والمطاط. طب ايه بقى اهم الحيوانات اللي بتقدر تعيش في الاقليم ده او اللي بتقدر تتكيف مع طبيعه الاقليم دوت؟ قال لك عندنا الزواحف، عندنا الطيور المتسلقه والنبات. يبقى هنا اخذنا اهم الحيوانات الزواحف والطيور المتسلقه، دي اهم الحيوانات اللي بتقدر تتاقلم مع الظروف الطبيعيه للاقليم الاستوائي، هي التي تتحمل شده الحراره وهي التي تتحمل طبيعه المناخ هناك. تاني اقليم عندي من الاقاليم المناخيه الحاره اللي هنتكلم عليها هو الاقليم المداري الحار اللي هو السوداني. طيب زي ما اتفقنا ان احنا هنتكلم عن موقع، هنتكلم عن قارات، هنتكلم عن خصائص مناخيه وخصائص نباتيه. قال لي موقع الاقليم المداري الحار شمال وجنوب الاقليم الاستوائي، يعني بعد الاقليم الاستوائي على طول. طب بيمتد من دائرتي عرض من كام لكام؟ من 10 ل 18 شمالا وجنوبا. احنا كنا قلنا الاستوائي من 0 ل 10 شمالا وجنوبا. قال لي المداري الحار ده بقى من 10 ل 18 شمالا وجنوبا. تعال بقى معايا نلعب بقى سنه ثالثه، ايه هي اهم القارات او الاماكن التي يوجد فيها الاقليم المداري؟ تعال معايا كده في قاره اسيا على الخريطه كده، هنجد ان هو شمال وجنوب خط الاستواء، وقاره امريكا الجنوبيه برضو شمال وجنوب خط الاستواء. قال لك ده كمان موجود في قاره استراليا في شمال القاره، في شمال القاره. ده كمان عندنا في امريكا الشماليه في الاجزاء
الجنوبي. والخصائص المناخية بتاعت الإقليم دوت برضو هيشترك مع الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي في الحرارة المرتفعة، بس خلي بالك هنا الأمطار بتاعت الإقليم المداري الحار هتبقى أمطار صيفية، يعني بتختلف عن أمطار الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي اللي احنا قلنا أمطاره طوال العام. طب بالنسبة للشتاء بيقول لي بيسود الجفاف في فصل الشتاء، يبقى خصائصه المناخية حرارة مرتفعة وسقوط أمطار صيفا ويسود الجفاف شتاء. تعالى معايا بقى كده سنة تالتة نتكلم على الخصائص النباتية. طبعا اقليم مداري هتبقى غابات مدارية، قال لك يعني بتشبه الغابات الاستوائية بس زيها، قال لك لا هي اقل ارتفاعا منها واقل تشابكا منها واقل كثافة منها. الى جانب ان هنا كمان بتنمو حشائش السافانا، بتنمو حشائش السافانا وهي حشائش حارة طويلة. طيب بالنسبة للاقليم الثالث اللي عندي هو الاقليم الموسمي. والاقليم الموسمي دوت هو يعتبر ايه؟ موجود منتشر فيه معظم القارات زي ما احنا شايفين كده، يعني هو ملوش مكان بالظبط مكان محدد، لان احنا قلنا ممكن يكون في اماكن متصله او منفصله، وده من الاقاليم اللي بلاقيها منفصله على مستوى العالم. او بمعنى صح بيوجد في جنوب شرق اسيا، دي معظم الدول اللي موجوده في جنوب شرق اسيا. لو جينا كده بصينا على القارات اللي بيظهر فيها هنلاقي ان هو موجود في قاره اسيا. في قاره اسيا وعندنا في قاره الهند، استراليا هنا في اقصى شمال القاره خالص، وعندنا في قاره افريقيا، عندي في خاصه أفريقيا في هضبه اثيوبيا، وهضبه اثيوبيا هنا في شرق القاره وجزيره مدغشقر. يبقى احنا هنا عندنا الاقليم الموسمي، عندنا هنا في اسيا قلت لك زي ما قلت لك ان هو بيوجد في جنوب شرق القاره في الهند او شبه جزيره الهند الصينيه، قال لك موجود في استراليا في اقصى شمال القاره، موجود في افريقيا في جزيره مدغشقر وهضبه اثيوبيا. بالنسبة للخصائص المناخية بتاعته برضو هلاقيه بيشترك مع الإقليم الاستوائي والإقليم المداري في الحرارة المرتفعة، بس خلي بالك بقى هنا أمطار غزيرة صيفا، يبقى هنا الإقليم المداري الحار أمطاره بتسقط صيفا والإقليم الموسمي أمطاره بتسقط صيفا، بس خلي بالك أمطار الإقليم الموسمي أكثر غزارة من الإقليم المداري، وبرضو هنا بيسود الجفاف في فصل الشتاء. يعني أنا لو جيت هنا قارنت ما بين الإقليم المداري والإقليم الموسمي هلاقيه بيشترك معاه إن هو صيف حار ممطر وشتاء جاف. يبقى احنا كده تعالى بقى نتكلم بقى على الخصائص النباتيه، هنجد ان هنا اقليم موسمي يبقى غابات موسميه. طب ايه هي اهم اشجار الغابات الموسميه دي؟ قال لك جوز الهند وبرده حشائش السافانا، الحشائش الحاره الطويله. يعني هنا كمان الاقليم الموسمي بيتشابه مع الاقليم المداري في الخصائص النباتيه، حيث تنمو حشائش السافانا في الاقليمين. يبقى احنا كده عندنا الاقليم المداري والاقليم الموسمي بيتشابهوا في الخصائص المناخيه اللي هي صيف حار ممطر وشتاء جاف، والخصائص النباتيه اللي هي بتنمو بيها حشائش السافانا. وممكن يجي لي في الجزء ده مستر سؤال يقول لي بما تفسر نمو الغابات الموسميه في الاقليم الموسمي؟ اي غابه هتنمو نتيجه غزاره الامطار، واتفقنا هنا ان عندي الامطار غزيره في فصل الصيف ده في الاقليم الموسمي. طيب ولو جينا معلش كده معلومه بسيطه احنا كنا خدناها في سنه اولى عن حشائش السافانا، قلنا ان هي بتتدرج في الطول من الجنوب الى الشمال، الكلام ده بيبقى على حسب اختلاف كميه الامطار. وقلنا كمان عن حشائش السافانا مستر ان هي حديقه حيوان ايه؟ طبيعيه طبعا، ده لان بيعيش فيها حيوانات اكله اللحوم مثل الاسود والنمور، وحيوانات اكله العشب مثل الزراف والفيل. زي ما احنا قلنا كده ان هنا بيتشابه الاقليم المداري مع الاقليم الموسمي طبعا في الخصائص المناخيه، صيف حار ممطر وشتاء جاف، ده كمان الى جانب انه بيتشابه كمان في الخصائص النباتيه. تمام يا بقى سنه ثالثه كده هنتكلم على تاني نوع من الاقاليم المناخيه عندي، هي الاقاليم المعتدله الدفيئه او الاقاليم المعتدله الدفيئه. طبعا دي هتبدا او هتمتد من 30 درجه الى 45 درجه شمالا وجنوبا. طب تعالى بقى نعرف ايه هم اهم الاقاليم المعتدله الدفيئه. قال لي اهم الاقاليم المعتدله الدفيئه هم اقليمين يا مستر، وزي ما ثبتنا مع بعض ان احنا كل اقليم مناخي انا هتكلم فيه عن اربع نقط اساسيه، الموقع والقارات والخصائص المناخيه والخصائص النباتيه. اول اقليم عندي هو اقليم البحر المتوسط اللي بيمتد بين دائرتي عرض من 30 ل 45 شمالا وجنوبا. بس خلي بالك عشان احنا هنا احنا قلنا الاقاليم المعتدله كلها بتمتد من 30 ل 45. طب لو جينا اتكلمنا مستر عن القارات اللي بيظهر فيها الاقليم دوت، هنجد ان هنا البحر المتوسط هو بيقع في شرق القارات. يعني تعالى بص كده في غرب القارات. يعني بص تعالى كده لما نيجي نتكلم على قاره اسيا فهنجد ان هو موجود هنا في غرب قاره اسيا، ده كمان عندنا في قاره افريقيا برضو في غرب قاره
افريقيا، ده كمان في غرب قارة اوروبا وغرب امريكا الشمالية وغرب امريكا الجنوبية. يعني هنجد ان هنا اقليم البحر المتوسط بيقع في غرب القارات، يقع في غرب القارات اسيا افريقيا اوروبا امريكا الشمالية امريكا الجنوبية. يعني تقريبا مستر بيوجد في معظم قارات العالم. طيب لو جينا اتكلمنا عن الخصائص المناخيه للاقليم ده، اللي هي الخصائص المعروفه اللي هي زي المناخ بتاعنا احنا في اسكندريه، اللي هو ايه؟ حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. يبقى دي كده الخصائص المناخيه بتاعتي، اللي هي حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. وزي ما اتفقنا ان هو بيقع غرب القارات، ركز قوي على غرب عشان هناخد دلوقتي الاقليم الثاني وهقول لك ايه الفرق. تعال بقى معايا نتكلم على الخصائص النباتيه بقى سنه ثالثه. طبعا قلت لك ان هي اسم على مسمى بحر متوسط، هتبقى غابات بحر متوسط، ودي بتبقى اشجار دائمه الخضرة. طبعا ايه هي اهم اشجار غابات البحر المتوسط؟ قالك هي اشجار الزيتون، الى جانب اننا بتنمو حشائش الاستبس، بتنمو حشائش الاستبس، وقلنا حشائش الاستبس دي هي مراعي طبيعية وهي المعروفة في امريكا الشمالية بحشائش البرد، وتستخدم كعلف او يعتبر يعني بيتغذى عليها الاغنام والماعز. يبقى احنا هنا مستر اتكلمنا عن البحر المتوسط، عرفنا ان هو بيمتد بين دائرتي عرض من كام لكام؟ من 30 الى 45 درجه شمالا وجنوبا، يقع في غرب معظم القارات. المناخ بتاعه حار جاف صيفا دافئ ممطر في فصل الشتاء. اهم غابات وغابات البحر المتوسط، واهم اشجارها اشجار الزيتون وحشائشه الاستبس. الاقليم المناخي الثاني اللي عندي المعتدل شرق القارات، اللي هو الصين، برضه نفس الامتداد في دوائر العرض، بيمتد بين دائرتي عرض من 30 ل 45 شمالا وجنوبا. بس هنا بقى الاختلاف، يعني هو في الموقع هو كده تمام ما فيش اي مشكله وبيشترك مع البحر المتوسط فيه. بس خلي بالك بقى ان القارات اللي بيظهر فيها، احنا قلنا البحر المتوسط بيظهر في الغرب. طيب المعتدل شرق القارات اللي هو الصيني من اسمه بيظهر فين؟ في شرق القارات، اسم على مسمى كده سنه ثالثه، شرق القارات. طب فين بقى؟ هنجد برضه في نفس القارات، بيقع هنا في شرق زي ما احنا شايفين على الخريطه، في شرق قاره اسيا، ده كمان في شرق قاره افريقيا، وفي شرق امريكا الشماليه، وفي شرق امريكا الجنوبيه، وفي شرق او جنوب شرق استراليا. يبقى هنا بيقع في شرق معظم القارات. طيب لو جينا اتكلمنا عن الخصائص المناخيه بتاعته، هلاقيها حراره مرتفعه في فصل الصيف ومنخفضه في فصل الشتاء. طب بالنسبه للامطار، قال الامطار بتاعته طوال العام وتزداد صيفا، يبقى حراره مرتفعه صيفا ومنخفضه شتاء، امطار طوال العام وتزداد في فصل الصيف. بيقول لي كمان بيتعرض احيانا لعواصف مداريه اسمها عواصف التيفون. تعالى بقى نتكلم على الخصائص النباتيه بقى سنه ثالثه. قال لك ان هنا الغابات اللي تنمو في الاقليم المعتدل شرق القارات او الاقليم الصيني هي غابات الاقليم الصيني. يبقى كده كل نبات او كل اقليم بتنمو الغابات اسم على مسمى. قال لك ان هنا هتبقى غابات الاقليم الصيني. طبعا ايه هي اهم اشجار الاقليم الصيني دوت؟ هي الصفصاف والبلوط. قال لك ده كمان بينمو فيه كمان حشائش الاستبس. يبقى هنا بيتشابه اقليم المعتدل شرق القارات او الصيني مع البحر المتوسط في نمو حشائش الاستبس. تعال معايا بقى كده سنه ثالثه، نتكلم بقى على الاقاليم المناخيه المعتدله البارده، اللي هي ثالث نوع من الاقاليم المناخيه، وهي التي تمتد بين دائرتي عرض 45 درجة إلى 60 درجة شمالا وجنوبا. هناخد برضو أهم الأقاليم المناخية اللي موجودة عندي في الأقاليم المعتدلة الباردة، اللي هو الإقليم المعتدل البارد شرق القارات اللي هو اللورنسي، وإقليم غرب أوروبا. هنتكلم عن الأربع نقط الأساسية اللي فيه، موقعه بالنسبة لدوائر العرض والقارات والخصائص المناخية وكذلك النباتية. لو جينا اتكلمنا برضو هنا عن المعتدل البارد شرق القارات، هلاقيه بيمتد بين دائرتي عرض من 45 ل 60 شمالا وجنوبا. طبعا هنجد هنا سنه ثالثه ان هنا الاقليم المعتدل البارد شرق القارات اسم على مسمى، يعني هيوجد في شرق القارات، هيوجد في شرق القارات. قال لك هيوجد في شرق قاره اسيا زي ما موجود معانا على الخريطه، في شرق قاره اسيا وفي شرق قاره امريكا الشماليه، يعني غالبا بيبقى فوق الاقليم الصيني على طول. تمام كده، يبقى هنا بيوجد في شرق القارات، شرق قاره اسيا وشرق قاره امريكا الشماليه. طب بالنسبه للخصائص المناخيه بتاعته كمان يا مستر، احنا عندنا الصيف بتاعه معتدل والشتاء بارد وامطاره طوال العام خاصه في فصل الصيف، يبقى امطاره طوال العام خاصه في فصل الصيف، وقلنا الشتاء الصيف معتدل والشتاء بارد.
تعال بقى نتكلم على الخصائص النباتيه. قال لك ان هنا الاقليم الليورانسي بتنمو فيه غابات مخروطيه، طبعا غابات مخروطيه لانها تاخذ الشكل المخروطي طبعا حتى لا يتراكم السلوك فوقها. قال لك طب ايه هي اهم اشجارها؟ قال لك هو الصنوبر والشربين. طب ايه هي الحيوانات اللي بتقدر تعيش او التي تقدر او التي تتكيف مع طبيعه الاقليم المناخي ده؟ قال لك هو الدب القطبي. الدب القطبي بتاعه بيبقى تقيل يا مستر، هو اللي يقدر يتكيف مع المناخ اللي هو البارد ده. الاقليم الثاني اللي عندي اقليم غرب اوروبا، هلاقيه برضو بيمتد بين دائرتي عرض من 45 ل 60 شمالا وجنوبا. ايه ده؟ طب ما هو نفس الكلام يا مستر اللي احنا قلناه في البحر المتوسط والاقليم اللي هو الصيني، نفس دوائر العرض، بس هنا برضو الاختلاف هيبقى في ايه؟ في موقع القارات اللي بيظهر فيها. احنا قلنا المعتدل شرق القارات من اسمه بيظهر في شرق القارات، اما غرب اوروبا بيظهر فينا مستر في غرب القارات. اسمع على المسمى، فين بقى؟ قال لك في غرب قاره اوروبا. تعالى معايا كده على الخريطه، قال لك في غرب قاره اوروبا، وفي غرب قاره امريكا الشماليه، وفي غرب قاره امريكا الجنوبيه. يبقى احنا كده في غرب القارات، اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه. بيقول لي هنا ان هو دافئ في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء وامطاره طوال العام، يعني هنا هيشترك الاقليم المعتدل شرق القارات مع اقليم غرب اوروبا في الامطار اللي طوال العام. بس خلي بالك عندي هنا اقليم غرب اوروبا امطاره بتزداد في فصل الشتاء والخريف، اما عندي اللي هو الاقليم المعتدل البارد شرق القارات الامطار بتاعته بتبقى موجوده في فصل الصيف. تعالى معايا كده بقى سنة تالتة نتعرف على الخصائص النباتية لإقليم غرب أوروبا. قال لك إن هنا أهم النباتات أو الخصائص النباتية لإقليم غرب أوروبا إن هي بتنمو بيه غابات نفضية، غابات نفضية، طبعًا هنا سميت بالغابات النفضية لأنها بتنفض أوراقها في فصل الشتاء والخريف، تمام كده طبعًا لشدة البرودة من تراكم الثلوج فوقها. طب إيه هي أهم أشجار الغابات النفضية دي؟ هي إزاي؟ هي إزاي؟ تعال بقى نتعرف على اخر نوع من الاقاليم المناخيه عندي، وهي الاقاليم المناخيه البارده. زي ما تعودنا مع بعض برضو كده الاربع نقط الاساسيه اللي هنتكلم عليهم. قال لي هنا الاقاليم المناخيه البارده هلاقي فيها اقليمين، اول اقليم عندي اللي هو اقليم التندرا، والاقليم الثاني هو الاقليم الجبل. بيقول لي هنا اقليم التندرا ده بيقع وراء الدائرتين 60 شمالا وجنوبا، اللي هم عند الدائرتين القطبيتين سواء كانت الدائره القطبيه الشماليه او الدائره القطبيه الجنوبيه. طب لو جينا مستر قلنا القارات اللي بيظهر فيها، تعالى معايا كده بقى سنه ثالثه هنا بص كده قاعده ثابته معايا. بص اقليم التندرا يا فوق خالص يا تحت خالص زي ما انت شايف على الخريطه كده. طب فوق فين؟ قال لك في شمال اسيا، اوروبا، امريكا الشماليه. طب تحت خالص في انتاركتيكا او القاره القطبيه الجنوبيه، يعني يا في اقصى الشمال يا في اقصى الجنوب، ده اقليم التندرا. طب لو جينا اتكلمنا عن الخصائص المناخيه هلاقي ان الشتاء فيه طويل، بس خلي بالك مش شتاء بقى ان هي هتسقط امطار، لا هنا الامطار اللي هتسقط هتبقى على شكل ثلوج، يبقى شتاء طويل شديد البروده مع سقوط الثلوج، والصيف بتاعه ماله؟ قال لي صيف قصير قليل المطر، يبقى شتاء طويل شديد البروده مع سقوط ثلوج وصيف قصير قليل المطر. طب ايه بقى اهم الخصائص النباتيه لاقليم التندرا؟ طبعا قال لك ان هنا بقى ولا اشجار ولا غابات ولا حشاش، قال لك هي طحالب، قال لك يعني اقليم التندرا بتنمو به طحالب، قال لك بس تنمو ايه؟ بسرعه في فصل الصيف خاصة عند ذوبان الجليد، قال لك ولكن تموت عند قدوم الايه؟ الشتاء. طب ايه اهم الحيوانات التي تعيش في هذا الاقليم او التي تتكيف مع طبيعة الاقليم؟ هو حيوان الرنة، حيوان الرنة. الاقليم الثاني عندي اسمه الاقليم الجبلي، طبعا هو مش محتاج بقى ان انا اقول الموقع بتاعه فين، من اسمه جبلي، يعني اي قارة هلاقي فيها جبل هلاقي موجود فيها الاقليم ده. يبقى هنا لو جينا اتكلمت بقى على القارات اللي بيظهر فيها، اقول لك يشغل القمم والمنحدرات العليا للمناطق الجبليه في قارات العالم، اي قاره فيها جبال هلاقي فيها الاقليم الجبلي ده. طب الخصائص المناخيه بتاعته مستر هيبقى شكل المناخ فيه ايه؟ هنا هنجد ان الخصائص المناخيه هنا سنه ثالثه هيبقى شديد البروده، لان احنا عارفين ان هنا قمم الجبال بيغطيها الجليد، زي ما احنا شايفين هنا في معظم القارات، زي هنا مثلا جبال الهيمالايا وجبال الروكي وجبال الانديز، طبعا هنا في معظم القارات هنا الجبال طبعا بيغطي قمامها الجليد، فطبعا بتكون شديده البروده طوال العام. كمان ده ليه سبب تاني، ان احنا كلما ارتفعنا 150 كيلومتر عن مستوى سطح البحر بتقل درجه الحراره درجه واحده مئويه. طيب لو جينا اتكلمنا عن الخصائص النباتيه، قال لي هنا هتتنوع الحياه النباتيه طبقا للارتفاع وكميه الامطار.
يعني على حسب كمية الأمطار هلاقي عندي نباتات. بص معايا كده سنة تالتة، هنا بيقول لك إن هنا قارة آسيا بتعد من أكثر القارات تنوعا في المناخ. قارة آسيا من أكثر القارات تنوعا في المناخ، ده طبعا بيرجع إلى إيه؟ قال لك لأن يوجد بها جميع الأقاليم المناخية، يوجد بها جميع الأقاليم المناخية. طب إيه السبب في وجود كل الأقاليم المناخية؟ كبر مساحتها وامتدادها في عدد كبير من دوائر العرض، زي ما اتكلمنا في الدرس الاول عن دوائر العرض الموجوده عندي بتمتد بين دائرتي عرض 81 درجه شمالا الى 10 درجه جنوبا، فطبعا انها بتمتد في عدد كبير من دوائر العرض. جينا اتكلمنا دلوقتي عن سؤال المتفوقين اللي عندنا، بيقول لي اذا كنت موجودا على قمه جبل درجه الحراره به سالب 22، اذا كنت موجودا على قمه جبل درجه الحراره به سالب 22 احسب ارتفاع الجبل، علما بان درجه الحراره عند مستوى سطح البحر 9 درجات. احسب ارتفاع الجبل علما بان درجه الحراره عند مستوى سطح البحر 9 درجات. يبقى السؤال تاني كده، اذا كنت موجودا على قمه جبل درجه الحراره به سالب 22، هنا بيقول لك احسب ارتفاع الجبل علما بان درجه الحراره عند مستوى سطح البحر 9 درجات. هننتظر اجابتكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.